اعداديه الرساله حي المثنى. اي احنا الهويه مالك ان شاء الله جاهزه، ان شاء الله اليوم تصلك الهويه للبيت. مديريه تقاعد نينوى باشرت اعمالها اعتبارا من الاسبوع الماضي، يعني صار لنا اكثر من اسبوعين نحن بعمل متواصل من اجل انجاز معاملات المتقاعدين المستلمه من قبل دوائر الدوله، طبعا بتوجيه من الاستاذ احمد عبد الجليل الساعدي رئيس هيئه التقاعد الوطنيه، وباشراف مباشر من لدنه قامت كوادرنا بانجاز كثير ومن المعاملات التقاعدية ومن ثم إصدار الهويات التقاعدية، حيث أطلق الأستاذ أحمد عبد الجليل مبادرة هي الأولى من نوعها في عموم العراق وفي هيئة التقاعد الوطنية، خليك في البيت تصلك هويتك تماشيا مع تعليمات خلية الأزمة والأمر الديواني 55. قامت دائرتنا بإنجاز كثير من المعاملات، ومن ثم شكلنا فرق جوالة قامت بإيصال هذه الهويات إلى مستحقيها وأصحابها من المتقاعدين. الآليات اللي تنقل الكوادر اللي توصل الهويات؟ نعم، لا والله احنا بسياراتنا الخاصة، عندنا سيارة واحدة بالدائرة هي سيارتي الشخصية، سيارة الدائرة، وبقية الموظفين كل من بسيارته نطلع احنا، لأن هذا أبسط شيء نقدمه لإخواننا المتقاعدين، ودن نذهب إلى أبعد مكان في مدينة الموصل حتى نوصل هذه الهويات. نتمنى تعاون كبير من الإخوة المتقاعدين مع مديرية التقاعد نينوى ومع موظفي التقاعد. كيف تتواصلون مع المتقاعد أو صاحب الهوية؟ نعم، احنا منتجين الأخبار التقاعدية من قبل دوائر الدولة، عندنا تنسيق مع المعتمدين ومع دوائر شعب التقاعد في المحافظة. منتجين المعاملة تكون مستوفية للشروط أولا، وثانيا مثبت عليها العنوان الكامل للمتقاعد ورقم الهاتف الموبايل. احنا من نشكل الفرق يعني يوميا طبعا صباحا ومساء، أكلف الفرقة رقم واحد نعطيها مثلا 10 معاملات، يقوم مسؤول الفرقة رئيس الفريق بالاتصال عن طريق الموبايل مع كل الأخوة المتقاعدين، يحددون أماكنهم بالضبط أقرب نقطة دالة، ومن ثم تنطلق هذه الفرق لتوزيع الهويات. ما عندنا مشكلة بالنسبة للعناوين. إيش الضمان؟ يتبنى مخاطبة كافة دوائر الدولة في محافظة نينوى وكذلك المحافظات العراقية الأخرى لاستحصال الموافقات الأصولية لإكمال النواقص في معاملات المتقاعد المحال للتقاعد. عملكم مستمر؟ نعم. والله حسب توجيهات السيد احمد عبد الجليل المحترم وبمتابعه السيد وليد قاسم امين رئيس الهيئه التقاعد نينوى، احنا مستمرين بالدوام منذ تقريبا حوالي 15 يوم اكثر، والعمل على قدم وساق فيها الهيئه، واي معامله يتم اكمال الضوابط مالها يتم ايصال الهويه التقاعديه للمتقاعد الى باب بيته، بحيث حتى نمنع خروجه من البيت، واحنا نحمل حاليا نعمل تحت شعار خليك في بيتك تصلك هويتك، حرصا منا على عدم خروج المواطن خارج بيته. المعاملات اللي انجزتوها عدد كثير؟ لا، هي نسبه كبيره احنا انجزناها بس بدون مراجعين، احنا نكمل المعاملات ويودوها هي اللجان تفتر تاخذها هي على البيوت. طيب المعوقات اللي تواجه عملكم خصوصا بمنع التجول وانتم كموظفين دائره التقاعد؟ والله احنا كموظفين دائره التقاعد المعوقات اللي واجهتنا شويه الطرق والمسيطرات، فبعدين جانا امر تسهيل ومشينا بها.